اسمي احمد يونس من 7 سنين. انا اعرفه كمذيع ما اعرفوش ككاتب. اول مره اعرفه النهارده من الفريق الموجود، وكنت عايزه اشتري الروايه بتاعته، وعايزه اقول لك اني بحبك جدا وكان نفسي اشوفك النهارده. اعرفه من زمان جدا، بدايه على القهوه سمعت له كلام معلمين، يعني تقريبا تابعت كل الحاجات اللي عملها من بدايه ما بدا يسجل. بدات اقراله صراحه مش من كتير، من حوالي مثلا سنه ونص كان حد جاب لي هديه نادي الفوضى، بعدين قريت السلسله بتاع نادي الفوضى لحد نادي الفوضى 5 5. انا عرفت احمد يونس من سنتين تقريبا، الروايات كلها بتاعته نادي الفوضى كلها، فاضل 5 بس اللي ما قريتهاش. وبحب احمد يونس جدا، بس عندي رساله ليه بس في التسجيل بتاع في الراديو، يا ريت ما يحطش مؤثرات صوتيه بترعبني ما بقدرش اسمع البتاع. وانا في 5 ابتدائي، وانا دلوقتي في تاني اعدادي، وانا ما بسمعوش، انا بقراله الكتب اللي بكتبها. قريت نادي الفوضى 1 اللي هو كان الوكاد، ونادي الفوضى 2 الكساب، ونادي الفوضى 3 اللي هو كان النقش المرعون، ونادي الفوضى 4 اللي كان عمارة الفزع. دلوقتي انا جاي نادي الفوضى 5 اقرا العين الكلب. انا بحب كتبه قوي. بحب احمد يونس جدا وبسمعه من 4 ابتدائي، وانا دلوقتي في 3 ثانوي، وعرفته من بنت خالتي كانت حكت لي قصه عليه، فبقيت اسمعه كل يوم على الراديو بعد لما كان بيجي على الراديو. ومن سنه قريت كل اجزاء نادي الفوضى، ونفسي نادي الفوضى 6 تنزل. بسمع يونس من حوالي اكتر من 7 سنين، دايما بسمع له الرعب قبل كده، ابتديت اسمعه من على القهوه، وقبل كده كمان كنت بسمعه الصبح وانا صغيره قوي يعني. قريت له روايات من اول نادي الفوضى الاولى لحد عارض دلوقتي 5. حبت كتاباته جدا، يونس اعلامي موهوب وكمان كاتب موهوب جدا، مختلف عن اي حد، افكاره مختلفه، مجمع شباب كتير حواليه. اتمنى له دايما يبقى في توفيق ودايما في احسن حاجه.